Welcome, I am Jana. I will present to you meaningful content related to artificial intelligence, how to profit from it and increase your monthly income. بعد إصدار شات جي بي تي 4 دلوقتي طلع صناعة محاكاة البشر إن هو ممكن يطلع يقدم محتوى بدالك على اليوتيوب أو منصات التواصل الاجتماعي. وفي الفيديو ده هقول لك إزاي تقدر تنشئ أفاتار أو شخصية معينة. لكن قبل ما نبدأ الشرح ياريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتعالوا بينا نشوف الشرح كده وازاي نقدر نصنع شخصية ممكن تتكلم وتطلع تقدم محتوى بدلنا. دلوقتي انا هفتح ميدجورني الاول علشان ابدأ اصمم الشخصية. الشخصية دي انا هقول له مثلا عايز اعمل شخصية لابسة لبس كذا وتكون شكلها كذا او شخصية ذكورية او شخصية انثوية. دلوقتي انا هختار مثلا افتح ميدجورني هنا واروح عند الرسائل وهبدأ اكتب رسالتي لميد جيرني علشان يقدر يصمم لي الشخصية دي. أكيد أنا بروح هنا بعد كده بروح بكتب الكلام ده واللي هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف أسفل الفيديو. بعد كده بتضغط على انتر وتستنى بس هو يبدأ يصمم لك الشخصية دي. بتبدأ أنت كده الأول بتدور على نفسك وبتبدأ تضيف الكلام ده اللي هو وصف الشخصية اللي أنت عاوز ترسمها أو تصممها. بعد كده بتضغط على كلمة انتر هنا وبتستنى كده شوية علشان بيبدأ يصمم لك الصورة. بس المهم انك بتدور على نفسك لان في الملايين بيستخدمهم البرنامج غيرك انت. فانا هبدأ ادور على نفسي كده علشان اشوف انا وصلت لفين والصورة بتاعتي هتترسم هتوصل معايا لفين. ودي كده صورتي هنا تقريبا بتتصمم لسه اهي. وهنشوف كده يعني هيبقى معانا لحد فين. ده كده بيقول لك 93% وتقريبا ده طلع الشكل النهائي للصورة بتاعتنا. انت المهم بس كل اللي عليك انك بتعمل نسخ للصورة او بتعمل حفظ للصورة على الجهاز بتاعك. بعد كده بقى انت بتروح على شات جي بي تي. شات جي بي تي ده اللي هو منصة المحادثة او محادثة الروبوت، تقدر تعمل سكريبت من عليه. يعني مثلا انا عايز اتكلم على الترند، ممكن تعمل ترند مثلا على اليوتيوب او مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق هوت ترند مثلا. نفترض ان انا اختار يوم السعاده العالمي هنا او اختار اي حاجه تانية، اختار سباق الفورمولا. بعد كده بقول له كنترول سي واقول له هنا ما هو سباق الفورمولا، وتستنى شويه لحد ما يعمل لك السكريبت كامل علشان هنخلي الصوره اللي احنا جبناها تقدر تتكلم وتطلع معاك او تطلع مكانك في المحتوى اللي انت تقدمه. وهنشوف ازاي دلوقتي. تمام كده هو خلص السكريبت، بس انا ممكن اخد جزء منه. بعد كده بروح للموقع اللي قدامك ده. الموقع ده بتقدر تضيف عليه اي صورة وتخليها تتكلم مكانك. تضغط على كلمة اد اللي قدامك دي وبتحدد الصورة او صورة اللي احنا حملناها. انا عملت قط مثلا للصورة او الجزء اللي هنا ده، بعمل له قط علشان اخليه يتكلم عادي. بعد كده بروح هنا على السكريبت واضيف هنا السكريبت اللي انا جايبه من تشات جي بي تي. تمام. بعد كده انا بحدد اللغه بتاعتي، بتختار اي لغه. ومن هنا بقى يعني الفويس اوفر خلاص ما عادش يعني ما عادش له لازمه خلاص. دلوقتي في فويس اوفر معاك باللغه العربيه وكل لغات العالم، وكمان في هنا ذكر وانثى، تقدر تحدد انت زي ما انت عاوز. بعد كده بتضغط على السكريبت هنا، خلاص خلصت السكريبت وضفته هنا والصوره معانا اتضافت. تضغط على جنريت فيديو او تصميم الفيديو وبتستنى كده شويه لحد ما اقول لك هنا جنريت. وهو جاري انشاء الفيديو على المنصه دي. كده الفيديو معانا والصوره هتقدر تتكلم عادي جدا وهيبقى بصوت مميز قوي، تقدر تستخدمه في جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبدون حقوق نشر. كده انا بقول لك لقد تم اكتمال الفيديو. تعالوا كده نشوف الفيديو بتاعنا بيقول ايه. تتميز سباقات الفورمولا 1 بالسرعة الفائقة، حيث تصل سرعة السيارات إلى ما يصل إلى 370 كيلومترا في الساعة. كما تتميز بالتكنولوجيا المتقدمة في تصميم السيارات والمحركات والإطارات والفرامل والتحكم الإلكتروني. وبكده قدرة الذكاء الاصطناعي على محاكاة البشر. وبس لازما دلوقتي تقدر تستغل الحاجات دي لصالحك علشان تقدر تربح عليها من على مواقع التواصل الاجتماعي او تزود دخلك من عليها. لو انت مش عاوز تطلع على اليوتيوب او مش عاوز تطلع على مواقع التواصل الاجتماعي بصورتك، ممكن تطلع بالذكاء الاصطناعي عادي جدا.
استخدمه استخدام سليم في الربح من الإنترنت، وإن شاء الله الفيديوهات الجاية تتكلم عن الربح عن طريق الذكاء الاصطناعي ومحاكاة البشر. وأشوفكم في حلقة جديدة، متنساش تعمل لايك واشتراك للقناة وتفعل زر الجرس. مع السلامة.